زيكم. مشاركة صغيرة علشان القطورات. بعضكم ما بيصدقش ان انا اقدر اعمل مشاركة صغيرة. شفت اهو جون، اهو جون فاكر لي. عملت واحدة 35 دقيقة، بحاول اضرب الرقم ده. ف نعم نعم نعم. طيب ما اعرفش عنكم، بس انا حاسس ربنا عمل حاجه خلال المؤتمر ده، مش كده ولا مش كده برضو، ولا انا غريب في المغاره؟ حاسس انه في حاجه حصلت بالفعل، فانا بعظم الرب فعلا من اجل في حاجه حصلت بالفعل في المؤتمر ده. يس. مزمور 87، احنا مشاركه ختاميه كده، هحاول انها تكون عمليه، سواء معنى صغير فامين يكون قصير، مش شرط يكون صغير يبقى قصير فعلا، لكن هحاول يبقى صغير وقصير. اساسه في الجبال المقدسه، مزمور 87، أساسه في الجبال المقدسة. الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله. طبعا مش محتاج أذكركم بعبرانيين 12، لأنها من المحفوظات في الخدمة هنا. قد أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله أورشليم السماوية، إلى ربوات محفى الملائكة، إلى أرواح أبرار مكملين، إلى وسيط العهد الجديد يسوع المسيح، إلى دم رش، إلى كنيسة أبكار. فكل المفردات الموجودة في عبرانيين 12 عن أجواء الملك، عن أجواء الملكوت، لأنه ببساطة كلمة صهيون في العهد الجديد لا تعني حاجة سياسية ولا تعني حاجة جغرافية، هي تعني الحضور الملوكي اللي خيمة داود كانت في جبل صهيون، بيت داود كان في جبل صهيون، وجاب الخيمة وحطها جنب بيته، وفخيمة داود والتكنولوجي بتاعت خيمة داود هو جبل صهيون. التكنولوجي بتاعت خيمة داود هو المكان اللي مفهوش حواجز، مفيش حجاب ولا نقاب، لكن بتخش في خيمة داود تجد نفسك وجها لوجه مع الحضور الإلهي، مع تابوت العهد. فده التكنولوجي بتاع جبل صهيون. كل جبل بيبقى في الكتاب المقدس، جبل بيبقى فيه هيكل أو عبادة ومدينة، وكل ما يحدث فوق الجبل بيؤثر على المدينة اللي تحت الجبل. ما يحدث فوق الجبل بيؤثر على المدينة اللي تحت الجبل، وهي دي المشاركة قصيرة وخلصت. أذكركم بس بحبة حاجات ونصلي. عشان كده كان مهم قوي إيه اللي بيحصل فوق الجبال في العهد القديم، لأن اللي بيحصل فوق الجبل بيأثر تحت الجبل. كان زمان في حاجة اسمها المرتفعات، فاكرين؟ فكانوا إيه اللي بتعبد فوق المرتفعة على أساسه بتحكم على اللي تحت. فلو كان في أصنام فوق المرتفعة كان رب بيدين الشعب، لأن اللي بتعبد فوق المرتفعة بيحكم على كل حاجة تحت المرتفعة دي. هقول مرة تاني، الحاجة اللي بتتعبد في المكان العالي
على مستوى شخصي أو على مستوى جماعي أو على مستوى أمة، الحاجة اللي بتتعبد في المستوى في المكان العالي بتؤثر على كل الأمة. فكان رب يتعامل مع الشعب في العهد القديم بحسب اللي بتعبد في المرتفعات. لو أقاموا سواري للآلهة الأخرى، أنا بستعمل بقى التعبيرات الكتابية من غير ما نفتح آيات كتيرة، عشان لو بيعبدوا السواري فوق المرتفعات كان رب يقضي على الأمة. اللي بتعبد في المكان المرتفع بيحكم على كل حاجة تحت المرتفع. فكلمة جبل مش كلمة تعديها بسهولة. كلمة جبل في الكتاب المقدس هي كلمة مركز القوة أو المركز العبادة أو المركز اللي فيه عبادة عالية أيا كان نوعها، وبحسب العبادة العالية اللي بيحصل تحت الجبل، تحت المرتفعة أو تحت الجبل. عشان كده تعبير جبل صهيون اللي بتكرر كتير، بنكرره كتير في وسطينا، الآية عبرين 12 المحفوظات أتيتم إلى جبل صهيون، ده جبل. ليه؟ لأنه مقاصد الرب ليك إنك بتتواجد في الجبل، مش كتعبير رمزي لكن كإدراك روحي إن ده مكان سلطان، مكان عالي، مكان أعلى من باقي الجبال. هنبص على الآية اللي ذهنكم راح لها ولا ذهني راح لها طوالي، واللي أنا شاركت بيها في أول المؤتمر، لماذا أتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الرب مسكنا له، مزمور 67. ففي جبال وفي جبل بيشتهيه الرب مسكنا له. فتعبير جبل، تعبير انك بتتواجد فوق الجبل، ما هوش تعبير رمزي كده يعني وعظي. نو، ده ادراك روحي للمكان المرتفع اللي انسانك الروحي بيقف فيه قدام الرب. المكان الروحي اللي بيقف فيه انسانك الروحي امام الرب هو فوق الجبل. كل رجال الله في العهد القديم كانوا رجال جبال. يسوع نفسه في كل الأناجيل كان يصعد إلى الجبل ليصلي. إحنا شعب شعباوي، كده شعباوي. فيعني كله بيعدي، يعني زحلق، يعني كان بيطلع جبل يصلي زحلق، يعني بنزحلق. ما تزحلقهاش، خليها تلزق. ما هو مش 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 صدفة يعني، أو مش حاجة تعديها يعني، ده أنا أقصده بزحلقها يعني. لما ملحوظة يعني تبص عليها تجد إن كل رجال الله كانوا رجال جبال. إيليا، موسى، عد على أي واحد من دول تجد جبل جبل جبل. إبراهيم جبل المورية، موسى جبل سينا، جبل مش عارف إيه، إيليا جبل من جبل حران لجبل مش عارف. كل واحد فيهم جبل. ما كانت تلاقي يسوع جاء ويصعد الجبل ليصلي، كان يقضي الليل كله في جبل الزيتون. بكى تيجي آية اللي احنا بنقراها دي، مزمور 87، أساسه في الجبال المقدسة. مرة تانية، أنا قلت لك العنوان أو الملخص أو التارجت اللي احنا بنشن عليه، إنه اللي بيحصل فوق الجبل بيؤثر على كل حاجة تحت الجبل. وأنا مش بتكلم على، أنا بتكلم على أنا 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 عارفين أنا عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل لأرضك، عايز أوصل للأمة والأمم. فأنا مش بنشن على حالة روحية كده طايرة في الهواء كده، موضوع روحي. نو، أنا عايز أطبق ده عملي. لأن أصلاً لما أنا بحكي معاك برضو أنت ممكن متخيل أن أنا بتكلم حاجة وعظية. لا، مش وعظية. لما كانوا بيعبدوا السواري فوق المرتفعات كان بيحصل قضاء
على الأمة، على البلد، على اقتصادها، على ظروفها، لأنه الحتة المرتفعة في هذه الأمة كانت بتعبد حاجة، واللي بيتعبد فوق الجبل بيؤثر على كل حاجة في الأمة الموجود فيها هذا الجبل. مرة كمان ما خدتوش بالكم، اللي بيتعبد فوق الجبل بيؤثر على الأمة الموجود فيها هذا الجبل. تقولي لا إيه حلو قوي يعني ندور على حتة عالية في مصر ونطلع عليها. نو كل ما بيزداد الإعلان جواك كل ما بيعلى الجبل، لأن بحجم الإعلان الروحي جواك، بحجم اللمعان وعلو الجبل، لأن الجبل ده جبل روحي، لأن القصة مش في أعلى مكان في جمهورية مصر العربية ولا في السودان ولا في أي كان المكان، لبنان، القصة مش كده. القصة هو أعلى مكان حضرتك بتدرك أنك واقف فوقيه جوه روحك، وهذا المكان مرتبط بحجم الإعلان الروحي عن يسوع وعن الملك وعن الملكوت جواك. ممكن تبقى متكعور في أوضة في بني مزار وانت كده، وانت متكعور دي يعني راكع، يعني ممكن متكعور دي حاجه سلبيه، لا، راكع وساجد وراسك في الارض في اوضه صغيره في بني مزار، لكن وانت في هذا الوضع انت في اعلى حته، مش بس في مصر، في العالم العربي. القصه ملهاش دعوه، فاكرين المكان والزمان، ما همش أي دعوة خالص. القصة كلها حجم الإعلان، القصة كلها حجم الإعلان، لأن بحسب حجم إعلان يسوع المسيح جواك، هو ده حجم حجر الزاوية، ده هو حجم الجبل اللي أنت واقف عليه. كل ما بيزداد الإعلان، كل ما بيزداد اللمعان، وكل ما بيزداد إدراكك للمكان اللي أنت واقف فيه. كل هدفي من هذه المشاركة البسيطة أن يزداد إدراكك الداخلي، أن ده مش تعبير روحي وعظي تأملي خدام منابر، ملوش دعوة بأي حاجة. الدولة كل رجال الله كانوا بيبقوا موجودين فوق الجبال، يسوع نفسه كان بيصلي فوق الجبل. ففي حاجة مهمة جدا مدركة في الكتاب المقدس كله بطوله وعرضه، أن اللي بيتعبد فوق، اللي بيتعبد في المكان المرتفع فوق الجبل، له تأثير على كل المدينة اللي الجبل ده موجود فيها. ولو كنيسة أمة مدركة أنها جبل للرب في الأمة، وبتعبد في جبل الرب في الأمة، وبيزداد الإعلان فيها، فجبل هذه الكنيسة بيرتفع، وكل ما يزداد الإعلان كل ما يزداد حجر الزاوية. لأنه أنتوا عارفين آية دي مفروض حافظينها، يعني برضو زكريا 4 من المحفوظات، يعني لما أخرجوا حجر الزاوية فهتفوا كرامة كرامة أو نعم، دي محفوظات. أوكي. فكل ليه هتفوا كرامة كرامة أو نعمة نعمة لحجر الزاوية؟ لأن الحجر الذي رفعه زربابل كان حجر كبير، ومعنى حجر كبير يعني المبنى هيبقى كبير، لأن لما حجر الزاوية يبقى صغير حجم المبنى صغير. برضو من ضمن المحفوظات، لأن دايما بعلق التعليق ده، إن هو معقولة حجر الزاوية اللي هو يسوع المسيح يبقى كبير أو صغير؟ تقولي لا إزاي يسوع مش كبير وصغير؟ أقولك حجم إعلان يسوع المسيح في وسط العمل قد إيه؟ حجم الإعلان بتاع يسوع المسيح في حياتك قد إيه؟ حجم الإعلان، لأن عشان كده الإعلان مهم جدا. عشان كده من أول يوم عاملين مثلا أجروح الحكمة والإعلان، والنهاردة الصبحية قعدت أعمل لك مقارنة إيجابية للاثنين، للحق والإعلان. لا تترك الحق لكن تتبع الإعلان. ليه؟ لأن الإعلان بيكبر إعلان يسوع المسيح جواك، إعلان حجر الزاوية، وكل ما يزداد إعلان حجر الزاوية كل ما المبنى بيزداد، وكل ما المبنى بيزداد كل ما فكل ما الإعلان يزداد اللمعان يزداد الجبل بيطول. فالجبال الأخرى
تبقى أوطى من الجبل الذي بيشتهيه الرب مسكنا له. وأعلى جبل هو اللي بيأثر في البلد. أنا خلصت المشاركة فقولوا لي آه. أنتوا عايزين يخلص بسرعة. لأن أعلى حتة هي اللي بتأثر على البلد. اللي بتعبد في المرتفعة هو اللي بيأثر على الأمة المرتفعة فيها. اللي بتعبد فوق الجبل هو اللي بيأثر على الأمة اللي الجبل موجود فيها. لو في جبال أخرى بتعبد أي حاجة أخرى، أعلى جبل فيهم هو اللي بيؤثر على الأمة. كل ما يزداد إعلان يسوع، كل ما يزداد حجم الجبل، فيبقى جبل أعلى من باقي الجبال. بالمناسبة هو ده مزمور 68، هنبص له كمان شوية. أساسه في الجبال المقدسة. الرب أحب أبواب هذا الجبل. صيون ده جبل. رب أحب الأبواب الموجودة الملوكية. عشان كده بعد الملوكي مش بعد رخيص. بالمناسبة هيكل سليمان هو اللي كان على الجبل اللي افتداه داود، اللي هو جبل المريا، اللي هو فيه طراء الرب لموسى، هو على الجبل. فالقصة قصة جبال، ودايما المملكة بتثبت بالعبادة اللي فوق الجبل. جبل المريا هو اللي فيه يهوى يرى، الرب يرى والرب يرى. مش عايز أوسع. قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله. فهبسط أو هرجع لحضرتك. تعال بص معايا نشيد الأنشاد. هلعب معاك حتة صغيرة، يعني هلعب معاك وعظة صغيرة. نشيد الأنشاد 2. نشيد أنشاد 2 16. حبيبي لي وأنا له. انا بقول لك، انا بقول لك الخمس الثلاث دقايق اللي جايين دول كده، يعني حبيبي لي وانا له، الراعي بين السوسن الى ان يفيح النهار. يعني الدنيا مش نهار قوي. وتنهزم الظلال. ارجع واشبه يا حبيبي الظبي او غفر الايائل. على تعبير خاص الجبال المشعبة. ففي جبال معقربة. في بعض أحيان الجبل بيبقى معقرب. الجبال المشعبة. والعروس هنا بتكلم العريس، بتقول له الجبال بتاعتي مشعبة. ليه؟ لأن النهار لسه مش فايح. إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. مازال في شادوز، مازال في ظلال. الظلال دي تقدر بقى تلعب فيها بقى في كتاب مقدس وتوعظ انت. الوعظه مربوطه بالاخيله، والاخيله مربوطه بالرفائيين، ودي ارواح الشر اللي كانت بتعمل سواد في الارض نفسها، كانت تطلع من تحت الارض. دي ارواح اللي تحت الارض. فدي الظلال، دي الاخيله، ده الموت. فالى ان تنهزم الظلال تعالى لي على الجبال المشعبه، لان جبالي الحته العاليه في حياتي مشعبه. في الوسط حصل حاجة. في الوسط أنا مش عايز، يعني مش عايز أطول الدقائق الصغيرة دي، لأن في الوسط في جبل المر وتل اللبان. المر واللبان رمل، تتذكروا المر واللبان دول فين؟ مربوطين بالصليب، يكونش مربوطين بيسوع، مربوطين بالصليب. ففي فدا بيحصل، في فدا بيحصل. أنا مش عايز أمشي نقعد نتأمل في نشيد الأنشاد. أنا أقول لك دي حلويات كده في النص، بلعب معكوا يعني. ففي جبال مشعبة، جبال مشعبة. في الوسط في جبل المر وتل اللبان. برضو خلي بالك القصة كلها حتة عالية. يعني اللي بيواجه الجبال المشعبة حاجة تانية اسمها جبل المر وتل اللبان المربوطين بالصليب. فينتهي نشيد الأنشاد، آخر آية في نشيد الأنشاد، أنا برضو بقول لك بلعب معك، عدد 13 في نشيد 8. أنا حريص أني نختم، يعني مش عارف هنوصل 34 دقيقة ولا نكسر 34 دقيقة. نشيد 8 عدد 13. آتها الجالسة فين؟
الأخت دي بقى العروس مش 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 جالسة في الظلال، دي جالسة فين؟ يعني في نشيد اتنين كانت لسه في ظلال وبتقول له تعالى أنا ليك، تعالى اهزم الظلال دي. هنا جالسة في الجنات، أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك. هي جالسة في الجنات وتطلع صوت، فهي جالسة في الجنة وفي صوت خارج منها، فأسمعيني سمعيني صوتك. فبتقول إيه الجالسة في الجنة دي؟ اهرب اهرب، دي يعني أخرج بقوة. لما تقراها اهرب دي منظر العربي، يعني حد خايف من حاجة وبيهرب، لا دي بتكلم العريس برضو، أنا لحبيبي. فبتقول أخرج بقوة يا حبيبي، كن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال إيه؟ إيه الحلاوة دي؟ فالجبال المشعبة بسبب جبل المر وتل اللبان أصبحت جبال الأطياب. حلويات صغيرة حتة زغنطوطة كده. فأنا مش مشغول نقعد نتأمل في نشيل الأنشاد، أنا بس مجرد عايزك ترى أن قصة الجبال مش قصة، مش عشوائيات في كتاب مقدس. مش معقولة كل الرجال لله فوق الجبال، وحتى التعبيرات، لأن الحتة العالية هي اللي بتسود في حياتك، الحتة العالية في يومك هي اللي بتسود في حياتك. صباح الخير، ممكن تطبق ده على يومك انت الشخصي. انت يومك عنده حتت عاليه وحتت واطيه، بتعمل ايه في الحته العاليه بتاثر على اليوم كله. صباح الخير. في حتت مهمه جدا في يومك عايز تطبق ده، طبقه على يومك. يومك فيه جبال ويومك فيه وديان، اللي انت بتعمله في الجبل بتاع يومك في الحته العاليه. تقول يعني ايه الحته العاليه بتاعت يومي؟ انا عارف في ناس دماغها ايه الحته اللي انت مصحصح فيها، الحته اللي هتحكم على اليوم كله. اول ما تصحى ده حته، ده جبل. قبل ما تنام ده جبل. في وسط اليوم انت بتبقى عارف الريتم بتاعك، وعارف ان في اوقات محوريه لو خلتها جبل، وفي الجبل ده انت عبدت صح، الباقي الوقت بتحكم عليه صح. كلنا عارفين. حد زيي انا عارف في الحتت في اليوم عندي، في الحته دي لو الجبل فيها اتعبد عليه صح، باقي الوقت بيبقى مظبوط صح. لو الحته دي بقت ساريه باقي اليوم بخ. في يومك نفسه في جبال وفي وديان، وفي بعض احيان الجبال بتبقى مشعبه وبتطلب النعمه، يا رب الى ان يفيح، الى ان تنهزم الظلال، تعالى على الجبل بتاعي لان الجبال مشعبه. اول ما بتنقل واطلب النعمه واطلب الفدا، رب يفتدي جبالك، ربي بيفتدي الحتة العالية في حياتك. ليه؟ لأنه هو عايزك تمتلك الجبل. لكن لو امتلكت الجبل، كل حاجة تحت الجبل بتتقدس. كل حاجة لو الجبل بيتعبد عليه سارية، الأرض بتبقى مش مقدسة. لو الجبل بتحط عليه هيكل سليمان، الأرض دي، المدينة دي، الأمة دي ملك للرب، لدرجة أن النفوس بتأتي من أمم كتيرة عشان تعاين. ملكة سبا جات عشان تشوف الحضور الإلهي الموجود عند سليمان، لأن فوق الجبل بيتعبد الرب. طبقوا شخصيا، طبقوا أمة، طبقوا أمم، طبقوا أمة عربية، طبقوا زي ما أنت عايز تطبقوا. القصة كلها إنه لما بندرك حرب الجبال وحرب التلال، وندرك أهمية إن الجبل بتاعك يبقى عالي، وندرك أهمية العبادة الجماعية إزاي يبقى عالي فيها جدا الملك. ليه ما بنقعدش نرنم مواويل الزمان؟ فاكرين زمان وسط البحر الهايج في حد عجوز زي وسط البحر الهايج؟ قديمة قوي. طيب ليه ما بنرنمش وسط البحر الهايج؟ علشان دي ما بتعظمش انا مش مقصودش التريق، انا اقصد انه كل حاجة بتخرج من فمنا لازم يبقى فيها اعلان مجد وعلو الابن والاب والروح القدس. فاهمين؟
لأن كل ما بيرتفع، كل ما بيجذبنا معاه، كل ما إعلان يسوع بيزداد، كل ما المعبود في وسطينا الهدف كله بيتشاور عليه، بيعظم، بيمجد، بيرتفع. ليه بنحب الأبواق والأعلام؟ ليه الكل؟ لو كل حاجة رايحة تجاه هذا الملك، الجبل بيرتفع، وكل ما الجبل بيرتفع في حاجة بتحصل في الأرض. ليه؟ لأن اللي بتعبد فوق بيؤثر ما تحت الجبل. ملوك الأول. فمن فضلك ده يومك، ده يومك. ولو انت خدت كنترول، تحكم، سلطان على جبال يومك، انت مطمئن ليومك. وهكذا بقى طبق على كل حاجة، طبق على كل حاجة. ملوك الأول، ملوك الأول 20، كلكم عارفين القصة. يعني أنا كم دقيقة روس. ملوك الأول 20 قصة مشهورة. حصل هجوم على شعب الرب فانتصروا، بس الحرب حصلت فوق الجبل وانتصر شعب الرب. فتقدم رجل الله، عدد 28، ملوك الأول 20-28. فتقدم رجل الله وكلم ملك إسرائيل وقال: هكذا قال الرب، من أجل أن الأراميين قالوا الرب إنما هو إله جبال وليس هو إله أودية، أدفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك فتعلمون إني أنا الرب. فنزل هؤلاء الملوك مقابل أولئك 7 أيام، وفي اليوم السابع اشتبكت الحرب. ده إيه؟ تحت. فضرب بنو إسرائيل من الأراميين 100,000 رجل في يوم واحد. ده إيه؟ تحت الجبل. ليه؟ هم انتصروا فوق الجبل. لو لما انتصروا فوق الجبل، العدو قال أصدى إلههم إله جبال فحاربهم في الوادي. لكن هو القصة مش القصة. لو حصل انتصار فوق الجبل بحصل انتصار في الوادي، لأن إلهنا مش إله جبال بس، هو إله الجبال اللي بيحسم الأودية أيضا. لو إلهك انتصر فوق الجبل، لو دي مش مظبوطة، لأن إلهك بينتصر لو أنت عبدته فوق الجبل، هناك ضمان لانتصار في الوادي بتاعك. فانتصارك في الوادي لو جاز التعبير أوتوماتيك، سهل، أسهل من الطبيعي لو أنت حسمت موقعك انتصارك فوق الجبل. لو تسمع عن جبل التجربة، يكونش كل حاجة جبال؟ جبل تجلي، جبل تجربة، جبل زيتون، يكونش كل حاجة جبال؟ ولا احنا شعبوي؟ فجبل التجربة ده موقع. لما انتصر الرب في جبل التجربة، نزل بقوة الروح القدس، انتصارك فوق الجبل. مين بيغلب فوق الجبل؟ لو العدو كان انتصر في جبل التجربة، مش ما كانش ينفع طبعا ينتصر يعني. بس انتصار الرب فوق جبل التجربة حسم الأمر تحت. فجبالك المشعبة اطلعها بإيمان. ليه؟ لأنك مدرك أن جبالك المشعبة يمكن أن تتحول إلى جبال أطياب، ولو تحولت جبالك إلى جبال أطياب، واديك يبقى وادي أطياب أيضا. هتقولي هقولك مزمور 68، مزمور 68 عشان نختم، فاضل 5 دقايق 34 دقيقة. مزمور 68 قال، انتوا عارفينها، عدد 15: جبل الله جبل بشان، جبل أسنمة جبل بشان، لماذا أتها الجبال المسنمة، الجبال المدببة؟ في جبال مدببة، جبال مش ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه، الرب يسكن فيه إلى الأبد. مكان الإعلان، مكان إدراك وقفتك فوق الجبل، ده المكان اللي بيشتهيه الرب. فاكرين أين مكان راحتي؟ موت قدمي. رب يدور على قلبك، وبيدور على كنيسة، وبيدور على عمل، بيدور على جماعة يسكن المجد فيها، ويقول ده مكان راحتي، ده جبل الرب.
رب يسكن فيها الأبد، مركبات الله، ربوات ألوف مكررة. كم القوة، كم الحركة الروحية، كم الكاروبيم اللي بتحرك، دي مركبة الله ألوف مكررة، الرب فيها سينا في القدس. النتيجة صعدت إلى العلاء. ده مزمور 68، ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن مين؟ كل النبوة، كل نبوة بتتكلم للزمن اللي هم فيه، بتترجم في يسوع وبتكمل في الكنيسة. كل نبوة بتتكلم عن الزمن. أشعيا لما كان بيتنبأ كان بيتنبأ للزمن، للناس اللي قدامه. هذه النبوة بيكلم الناس اللي قدامه، بتترجم في يسوع، بيبقى ليها معنى في يسوع وبتكمل في الكنيسة. ده كل نبوات العهد القديم. أنبياء العهد القديم كانوا بيتنبؤوا للناس اللي قدامهم، ولا كانوا بيتنبؤوا في الفضاء؟ كانوا بيتنبؤوا للناس، فكانوا بيتنبؤوا للناس. الناس دي كانت بتستقبل الكلمة النبوية. كمثال، العذراء تحبل وتلد ابنا، أشعيا قالها للناس اللي قدامه. هي نبوة عن العذراء مريم، بس لما هو قالها العذراء دي كانت المدينة، فهو كان بيكلم الناس اللي قدامه. فالنبوة لها ترجمة في وقتها، بتكمل، بتبقى ليها معنى في يسوع المسيح، وبتأتي ملأها في الكنيسة. كل نبوة دي أخبار جديدة عندكم؟ لا لا حد مولتاش قبل كده؟ طيب أنا آسف، أخطأت في السماء وقدامك. فداود، داود بيتكلم عن جبل الله، عن خيمة داود، فبيقول ان خيمة داود دي الجبال، دي الجبال المحيطة بأورشليم بالنسبة له في الوقت ده، الجبال المحيطة بترصد الجبل بتاع هذا الشعب في العهد القديم. بس هذا الجبل اختاره الرب مسكنا له، فحط فيه خيمة داود. ويقول انا كل ما بأصعد عشان أعبد في خيمة داود بيحصل سبي سبي، بيحصل انتصار. سبيت سبيا، اللي بيكلم بيتنبأ لنفسه. فبيقول سبب انتصاراتي، سبب امتلاكات الحروب اللي بخرج ليها، ان انا بطلع الجبل ده. ليه؟ لان الجبل ده اشتهاه الرب مسكن، برغم ان في جبال حوالينا، بص للجبل ده بغيظ. فداود كان بيتنبأ للزمن بتاعه. النبوة بتترجم في المسيح يسوع، بتبقى كاملة في أفس 4، صعد إلى علاء سبى سبيان وأعطى الناس عطايا، أعطى البعض أن يكونوا رسلا وأنبياء. دي عارفينها أنتوا بقى. أوكي، خضتوني كده، هنعدي الـ 34 دقيقة. صعدت إلى علاء سبيت سبيا، قبلت عطايا بيد الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله، لأنه المملكة تجمعت بسبب الجبل الموجود في وسط المدينة. لأن بسبب الجبل، بسبب خيمة داود، بسبب جبل هيكل سليمان، بسبب هذا الجبل الأمة بقت أمة، تحولوا من شعب وكده هو إلى مملكة من خلال داود وسليمان. عشان أختم، يشوع، أختم يشوع 8، شاهد كلكم عارفينه برضه، أختم بده. أنا قلت لكم هو معنى واحد، بس المعنى ده بقى عايزين نطبقه في اجتماع الصلاة اللي جاي. عايزك تطبقه معايا على جبال يومك، على جبال حياتك، وعلى جبال الأمة، وعلى جبال أمتنا العربية كلها. وكل ما يزداد الإعلان بتاع يسوع المسيح يجب، بس وإحنا بنطبقه أنت محتاج تدرك قصة جبل، وإن إنسانك الروحي بيقف فوق الجبل دي مش قصة جميلة، مش قصة شعرية، مش واحد يقف بكمانجة جنبك وبيقول لك آه. نو، ده مكان روحي حقيقي،
ده مكان مهم جدا تشوفه جواك، تدركه جواك، تدركه بالإيمان. إنسانك الروحي بيبقى واقف في هذا المكان وجها لوجها قدام الرب، حي إلي اللي فوق الجبل، حي هو الرب اللي أنا واقف قدامه. ولو أنت جواك أي حاجة، لو إلي اللي في العهد القديم كان واقف قدام الرب وجها لوجه فوق الجبل، كان بالحري حضرتك في العهد الجديد. ولو لابس ثياب قذرة أقف هذا المكان، لأن بتنزع عنك ثياب القذرة، فأيا كانت حالتك أقف فوق الجبل. بليز يشوع، كان في وصية، كان في وصفة، كان في خريطة للشعب أول ما يخش يمتلك. كلكم عارفين القصة دي. قالوا أول ما تعبر، أول ما تعبر، أول حاجة تعملها لما تخش أرض الموعد، اتقسموا اتنين، في جبلين قدام بعض، جبل اسمه جبل عبال محفوظات وجبل جرزيم. أول حاجة تعملها، أول حاجة تعملها، أول حاجة تعملها بعد ما تعبروا، تقوم طالع قاسم الشعب نصين، نص فوق جبل جرزيم، نص فوق جبل عبال، ومن فوق الجبل ده ومن فوق الجبل ده اعبدوا الرب. وهنا جزء بيلعن الكومة القديمة، بيطلق لعنات على الزمن القديم، والجزء التاني بيطلق بركات على الزمن اللي جاي، لأن اللي حيخرج من فمكم فوق الجبل حيسود على امتلاككم في أرض الموعد. وجودك فوق الجبل والصوت اللي خارج منك فوق، فاكرين اللي كانت جلسة في الجنات بتطلع صوت، فقال لها سمعيني. قالت له تعالى بقوة يا حبيبي كغفر الأيائل على جبال الأطياب. في صوت لازم يخرج منك فوق الجبل، وهذا الصوت لما ده يشوع 8 ببساطة، حينئذ بنى يشوع مسبحا للرب في جبل عبال. بصوا الجبل لازم يتحط عليه مسبح، لأن اللي هيتعبد فوق الجبل هو اللي هيسود على الأرض. فلهم أول حاجة عشان تحصل سيادة على أرض الموعد لازم تطلعوا فوق الجبل وتعبدوا الرب. مسبحا للرب إله إسرائيل فوق جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى، مسبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد حاليها حديد، اصعدوا عليه محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلام، وكتب هناك على حجارة نسخة التوراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل، يعني العشر وصايا. وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللويين حاملي تابوت عهد الرب. أخذوا التابوت عهد الرب معهم فوق الجبل الغريب كما الوطني، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عبال كما أمر موسى عبد الرب، أولا لبركة شعب إسرائيل. بعد ذلك قرئ جميع كلام التوراة، البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل. إيه القصة كلها؟ مفيش حاجة اتقالت إلا لازم تخرج منك فوق الجبل. كل كلمة رب قالها لك لازم تطلقها فوق هذا المكان، فوق هذا الجبل. كل كلمة رب وعد بيها شعبه لازم تطلق. بمناسبة إخواتي، إحنا والسودان بنصلي مع بعض مزمور 67، الآية علينا إحنا مع بعض، مزمور دي لازم تطلق من فوق الجبل. قال إيه؟ كلكم عارفين آية عدد 31، يأتي شرفاء من مصر كوش تسرع بيديها إلى الله. في حاجة، دي آية لازم تخرج في فوق الجبل، فوق مصر والسودان الحقيقي وإثيوبيا وإريتري، فوق الخط ده، فوق الحتة دي لازم جبل الرب، لازم كنيسة الرب تطلق ده فوق في مكان عالي بإعلان يسوع المسيح على هذه المنطقة اللي اسمها مصر السودان إثيوبيا إريتري. ليه؟ لأن في كلمة من الرب، شرفاء من مصر وكوش تسرع بيديها إلى الله. كمل، خد الواجب ده، كل الآيات اللي فيها مصر وكوش مع بعض، وتكتشف أن الدستني، المقاصد، المصير النبوي اللي على مصر مربوط بكوش، والمصير النبوي المربوط على كوش مربوط بمصر. في حاجة في محتاج تدرك أنه كل كلمة قالها الرب لازم تطلق من فوق الجبل. فرجوعا مرة تاني، يعني دي نقطة مهمة، بس كل جبال يومك، كل جبال شغلك، كل جبال مدينتك، كل جبال حكومتنا،
اخواتي عمالين بيقولوا لي بيحلموا احلام، وده حاجه مهمه جدا في هذا الزمن، لازم نصلي من اجل حكومه البلد دي. تمام، لازم نطلع فوق الجبل ونصلي من اجل حكومه هذه البلد، ماشي، من اجل مقاصد الرب انها تتم، وانه اي حاجه من عدو الخير ما تتمش، والامم والامه والامم. امين. فانا ختمت، الادراك مهم جدا، ان انهي جبل عالي ومين بتعبد فوق اعلى جبل. كل ما الجبل جواك يبقى عالي ويتعبد فيه ملك الملوك رب الارباب، الامه تحت الجبل بتتبارك. امين. تعالوا نغمض عيوننا.